وبالعودة إلى العاصمة النمينة، حيث عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ومراقبة مؤشرات تنظيم مناخ الأعمال في تشاد، عقدت اجتماعا ناقش عدة مواضيع تتعلق بتطوير وتشجيع الاستثمار في تشاد. الاجتماع رأسه رئيس الحكومة باهيمي باداكيالبير. تفاصيل مع خالد موسى الحاج. تعتبر اللجنة الوزارية العليا المكلفة بمتابعة ومراقبة مؤشرات تنظيم مناخ الأعمال مبادرة من السلطات العليا تهدف إلى النهوض بقطاع الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال في تشاد. وتتمحور أهداف اللجنة حول عدة مؤشرات ومعايير، بناء على توافرها وتنفيذها يمكن تطوير مناخ الأعمال وجذب الاستثمار. وخلال الاجتماع الذي عقد تحت إشراف رئيس الوزراء، ناقشت اللجنة مدى تقدم العمل على صعيد تنفيذ الأهداف المحددة. وأعطى رئيس الوزراء باهيمي باداكيالبير توجيهات إلى الأطراف المشاركة من أجل تنفيذ هذه الأهداف، داعيا إلى مضاعفة الجهود من أجل تطوير مناخ الأعمال في تشاد. رئيس الغرفة التجارية أمير الدودو أرتين أشاد بمبادرة السلطات العليا، ووصف اللجنة بالمنبر الذي من خلاله يمكن معالجة المشاكل اليومية التي يواجهها قطاع الاستثمار في تشاد. أنين التجار والسكتور بريفي يعني مشاكلنا كثيرة، ويعني ده ذاتك أصبح لنا أنينا شيء يودينا قدام، وده ذاتك من حاجات اللي بشجع السكتور بريفي اللي بمشي قدام في هدف أنا رئيس الدولة. بدوره وزير التنمية الصناعية التجارة وتطوير القطاع الخاص محمد حامد كوا قال إن تشاد بحاجة إلى دعم شركائها من أجل تهيئة مناخ الأعمال وجذب الاستثمار، معربا عن تفاؤله في أن اللجنة ستتمكن من أداء مهامها على الوجه المطلوب. عشان بارتنر يجي عمل استثمار أني دارين ريفورم، على الريفورم ده البريمير مينيستر ده ما قاعد يشوف معنا، وإي شهر بنلمه بقى البريمير مينيستر ونشوفه. والريفورم ده أني قلنا السنة ده عندنا 5 كريتير وعندنا 15 إنديكاتير، ده شغل قاعد نسوه والحمد لله اليوم ده سوينا كثير، لكن باقي كثير نقدر نعمله كثير، وإن شاء الله السنة التجارة تقدر تعمل بوينت كثير ويكونفنكر البارتنر يجي عمل استثمار في تشاد. هذا الاجتماع يعتبر الثاني من نوعه للجنة الوزارية العليا المكلفة بتهيئة مناخ الأعمال، ويتيح الاجتماع الفرصة أمام الحكومة وشركائها لبحث المواضيع المتعلقة بتطوير الأعمال وتشجيع الاستثمار في تشاد.